اللاعبين وبعض المحللين بعد لقاء الانتر اتهموا تشافي بمحاباه اصدقائه السابقين. الحديث هنا حول كل من بوسكيتس وبيكي، هل تعتقد ميدو صراحه ان هناك محاباه في الامر ام انه مغلوب على امره ولا يملك خيارات بديله لذلك يقحم بوسكيتس وجيرارد بيكي؟ كان مدربين يقعد كما يقول لك يتبع في الخيارات ديالو رغم الانتقادات الى غايه ربما كما نقولوا بالعاميه تقدر تدخلوا في حيط ونورمال، يقعد يوافي لافكاره واللي يلعب به. بيكي يلعب اليوم كاساسي فرضاته الظروف، اروخو مصاب، اروخو كوندي كريستنسن، لكن لا ننسى انه بيكي في المباراه الاخيره كان احسن لاعب في برشلونه ميدو قبل المباراه الانتر، لكن لما صعد امام سلطا فيكو، لكن لما صعد المستوى ضاع بيكي في المباراه، خصوصا في لقطه هدف لوطارو باريلا او لوطارو مارتينيز. باريلا الهدف الاول انه ترك الكره تمر، كسر خط التسلل وترك الكره تمر. حتى في هدف لوطارو مارتينيز كي تعاود تشوف اللقطه دانو ترونغ تعاود تشوفها من زاويه اخرى اللقطه تشوف باللي بيكي كان شارد الدهن، ومن بعد لما اونانا ديجاجا حب يدير لالين الوغ كو كان في لا زون تاع الانتر وين ما تقدرش دير لالين دير لورجو. حتى في هذاك الهدف حتى كيسيسا لانه كوسانس جرى كل تلك المسافه وخرج وحده. بوسكيتس تشافي يرى فيه ما لا يراه في 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 ديونغ، ربما عنده اشياء يراها في بوسكيتس حنا ماناش نشوفوها. بوسكيتس كان صريح لما اتى تشافي قبل، يعني لما بدات الاحاديث حول او لما اقترب من تولي زمام الامور في العريضه الفنيه لبرشلونه، اذكر جيدا انه ركز كثيرا في حديثه على بوسكيتس. دائما في كل تصريحاته قبل ان يبدا المهمه مع برشلونه كان يقول بوسكيتس قطعه اساسيه، بوسكيتس قطعه اساسيه في منتخب اسبانيا ايضا. لويس انريكي كما نقولوا احنا بالعاميه ماهوش مهبول يعتمد عليه، لكن لويس انريكي المشكل هنا في طريقه التوظيف. لويس انريكي لما يلعب ببوسكيتس دائما كوكي حاضر، نعم، للتغطيه، واحد اللي بدنيا قوي في الاسترجاع قوي ويغطي. بوسكيتس مشكلته ما راهيش في لا رولونس، في لا رولونس سي لو ميو جوار لو موند بالك في لا رولونس والتوقع، لكن مشكلته في لو بلاسمون وفي المجهود البدني. بوسكيتس ما عندوش سرعه كبيره منذ ان كان شاب، ما عندوش سرعه، ماهوش قوي في هذه النقطه، ماهوش لاعب دفاعي جيد ويغطي مليح في اليوم مع تقدمه في السن. لذلك وجود لاعب اخر مع بوسكيتس ربما في خطه 4-2-3-1 ممكن يلغي كل هذا الحديث السلبي اللي انا نحكيوه على بوسكيتس، مثل ما يحدث في منتخب اسبانيا دائما فيه كوكي فيه غافي لاعب معاه دائما في الاسترجاع. لذلك بوسكيتس نعطيك مثال بسيط فقط، البايرن قبل عهد فليك كان يمر تقريبا بنفس المشاكل اللي كان يمر بها برشلونه في وسط الميدان بسنتينيل واحد ولعب مدافع واحد. لما جا فليك غير نظام لعب البايرن، اليوم البايرن سيتون ماشين يلعب بلاعبي استرجاع، واحد وكيميش. واحد في واحد اللي تكسر اللعب والاسترجاع بسرعه غير غوريس يسترجع يعطي الكيميش واحد في بناء اللعب. اليوم بوسكيتس مازالوا يلعب وحده في تكسير اللعب وفي بناء اللعب، يعني دورين في للاعب واحد، الوغ لا السن يسمح لا المستوى البدني يسمح لا التطورات اللي عرفتها كرة القدم اليوم تسمح. لذلك شفنا في كل مرة يتم الضغط عليه يفقد الكرات. بوسكيتس لم يعد مثل ما كان. نحن لا ننتقد بوسكيتس لأنه واحد من أفضل لاعبي الاسترجاع ولا ستة في تاريخ كرة القدم اللي مر في التاريخ، لاعب ممتاز جدا، لكن اليوم وجب وجود لاعب اخر. تحب تلعب بوسكيتس فو شونجي لو سيستام، فو ما تخان اوتر جوار مع بوسكيتس ليكون هو مستقل. هل هي نهايه قصه بوسكيتس وبيكي مع برشلونه؟ لا، بيكي اعتقد بانه موسم لهذين اللاعبين. بيكي اعتقد بانه مباراه الانتر رصاصه الرحمه، بعد حيلعب مع عوده المصابين ما راح تكون له فرص كثيره، ربما حيلعب المباريات السهله هذاك، لكن في المباريات الكبيره لا اعتقد بانه سيعود اساسي بعوده المصابين. هذا اولا. بوسكيتس يرفض حتى الان تجديد عقده مع برشلونه، عقده سينتهي في جوان 2023، في حديث عن انه اللاعب سيتوجه الى الامالاس، الى بالضبط الى نادي انتر ميامي الذي يمتلكه بكامل. لذلك بوسكيتس بيكي اعتقد بانه اخر موسم. سيرجيو روبرتو تم الحديث عنه كثير، لكن سيرجيو روبرتو او شفنا كاع المباراه كان ممتاز جدا في الدور اللي لعبه، ما كانش ظاهر ايمن، كان في كل مره يروح يمشي في لا دياغونال ويجي اونتر ليلين مع بيدري وغافي. كنا نشاهدوا برشلونه تقريبا بخمس لاعبين بين الخطوط بين خط الوسط الميدان وخط دفاع الانتر، لكن الشيء اللي ما خلاش هذا التفوق العددي بين الخطوط يعطي ثماره، اولا التسرع، برشلونه اصبح يتسرع كثيرا، بحث عن فعل كل شيء من اجل تسجيل الهدف الاول،
شفنا لقطات ضاعت ربما لو كان الفريق في تركيز اكبر وكان من الناحيه المعنويه مرتاح اكثر ربما كانت تسجل مباراه كانت تعرف ان تخصو، لكن هذه احكام كره القدم، هذا هو المستوى العالي. الاخطاء تدفع ثمنها. سجلت هدف في توقيت ممتاز قبل نهايه الشوط الاول يا ميدو.